ابتديت الاحظ ان في صور كده كانت بتنزل من فتره لفتره، وانت عارفين طبعا يعني دي شغلانتي ان انا اتابع الابطال، فانا لقيت في تغير حتى وهو لابس، يعني ما اسلام ما بيتصورش بتيشيرتات قالع كتير، فهو لابس انا حاسس ان في تغير. فبصراحه دخلت له في الغص قلت له هو في ايه؟ فقال لي لا ما فيش حاجه عادي جدا وبتاع. قلت له لا الموضوع مش طبيعي، وعلى فكره انا جاي امريكا عشان خاطر اغطي اولمبيا. هو سمع الخبر ان انا جاي اولمبيا قال لي هاني طب انا هقول لك على مفاجاه كمان، انا بحضر لهوات اولمبيا عشان اخد كارت الاحتراف. النقله بقى خلاص انت حضرت، كنت بتصرف ازاي؟ كنت عايش يعني انا عارف ان كانت الدنيا صعبه وضيقه عليك، بس كنت بتصرف ازاي؟ بتوفر السبلمنتس بتاعتك ازاي؟ بتوفر وقت ما بين شغلك ان انت تتمرن ازاي؟ وجباتك ماشيه ازاي؟ بتدفع لبيتك منين؟ يعني كل ده ازاي انت عامله؟ لان انت دلوقتي قدوه ومثل بالنسبه لحد بيتفرج، من حقه ان هو يعرف تفاصيل زي دي، لان ممكن هو يكون عنده العقبات دي مش عارف يعديها فيستفيد من خبرتك. بص انا كان لازم اعمل موازنه ما بين ان انزل اشتغل بين تمريني، كان الموازنه كانت صعبه جدا لحد اخر فتره قربت بينها من الماتش، كان لازم ان انا اوقف الشغل لان الشغل انا بشتغل بساعات كتير، لازم اعدي عدد ساعات كتير جدا واقف، فكان الموضوع كان بالنسبه لي صعب. فجيت اخر فتره قبل الماتش كان لازم اوقف الموضوع الشغل طبعاً. وقفت فعلا موضوع الشغل عشان اقدر اكمل، وكنت طبعا شايل جزء من الفلوس عشان اقدر اكمل، وكان معايا واحد صاحبي هنا جينسي كان بيساعدني يعني بالسبلمنت بجانب طبعا بقى زوجتي، طبعا كانت دايما واقفه في ظهري في ظل الظروف الصعبه اللي احنا كنا بنمر فيها الفتره اللي فاتت دي. هي قامت بخير الحمد لله. الحمد لله، بس لسه يعني بتتعافى. طبعا تمام. فتره النقاهه يعني كانت فتره صعبه شويه، والحمد لله عدينا بنعافى. انا بس حابب كمان اقول للناس اللي دايما بتقعد تكلمني انت مثلا انت مش انت احنا بناخدك قدوه او بتاع، انا اسلام حياته مش سهله. اسلام حياته يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد على كل شيء ربنا بيديهولي. انا واجهت حاجات كتير جدا، وعشان ربنا سبحانه وتعالى دايما بيشوفني ان انا بعافر وان انا دايما ما بستسلمش، فربنا بيجازيني دايما، ربنا دايما غير كمان دايما بلاحظه في حب الناس، فاهم قصدي؟ فالحمد لله على كل شيء ان قدرت ان انا اعدي كل العقبات دي، وقدرت ان انا اوصل لمصر اولمبيا بمجهود شخصي بجانب اهلي بجانب دعوات الناس اللي بتحبني، قدرت اوصل اللي انا عايزه. مفيش سبونسر، مفيش. انا كان الحافز بتاعي المره دي كان زيرو، كان صفر. بعد موت والدي كان اكتر انسان بيبقى دايما في ظهرك في ظهري، وكان اكتر انسان بيديني الحافز القوي ان انت تستمر ان انا استمر طبعا. فكانت المره دي كانت مش هي كسره طبعا، بس طبعا الحمد لله. ننقل نقله ثانيه كده. كان في اللقاء في بعد ما استلمت الميداليه والكاس، كان حصل معاك لقاء في الباك ستيج وانا كنت حاضر، والمذيع سالك قال لك كان مدربك مين، فانت قلت انا معيش مدرب المره دي، انا اللي عملت كل حاجه بنفسي. يب. ازاي قدرت تعمل ده مع نفسك؟ يعني انا بشتغل مدرب بس في فتره لما باجي اعمل مثلا حاجه لنفسي بحس ان ضغط نفسي عليا جامد قوي، طبعًا. انا عايز اركز في حاجات كتير، فبرمي المسؤوليه لحد تاني. الحد التاني ده هو اللي ياخد باله مني، يعني يحسب لي اكل، يحسب لي تمرين، يحسب لي كل حاجه، ويقول لي ايه امشي على الليسته دي. انت ازاي وفقتها ان انت تعملها مع نفسك؟ بص، الغربه ومفيش حد معاك فيها، يبقى انت المفروض اللي تمشي نفسك بكل الطرق، لان مفيش حد هنا بيناولك طاره انك تحطها زي مصر مثلا، ليك حبايبك واصحابك يناولك ازازه الميه اول ما تبقى عطشان تبقى خلاص، مفيش الكلام ده خالص. مفيش حد هنا بيساعد حد، هنا مع نفسك كل حاجه مع نفسك. ان ما قدرتش انت تقوم تشيل تحط الطاره عشان تكمل هتروح مش هتقدر اصلا تكمل. فكان الموضوع بالنسبه لي كان الموضوع حرب برضو، يعني ما كانش اذن، يعني ما كانش حاجه سهله، بس فكان لازم ان انا اركز كويس، كان لازم ان ادي لنفسي الدفعه اللي تخليني ان انا اكمل واركز، انا ازاي اظبط وجباتي، ازاي اظبط حياتي، ازاي اظبط شغلي، ازاي اظبط وقتي كله بتاع اليوم. اسلام مين بيطبخ لك اكلك؟ مراتي طبعا. مراتك. انت بتاكل كم وجبه في اليوم؟ بص انا من ناحيه اللعبه انا ماليش قانون. تمام. يعني ماليش قانون، ما بعملش بالجرامات، ما بتعملش. انا يمكن اول مره اقول الكلام ده، انا ماليش قانون في اللعبه. القانون الوحيد ان نيفر جيف اب، يعني ما تقعش مهما حصل، ان انا ما اقعش، هو ده القانون الثابت بتاعي.
ان انا انا دايما ازق نفسي دايما. يعني انت كنت ممكن تتمرن وانت واكل 3 وجبات بس على مدار ساعات؟ انا ساعات انا كنت بروح التمرين من غير اكل. طب ازاي؟ بص انا في ناس عاشت معايا كتير استغربت من حياتي. ما لا ما اصل احنا لازم نبقى سبيسيفيك شويه او واضحين عشان في ناس بتسمعك هتقلد اللي انت لا 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 انا بعمله ده ما حدش يقلده. لا 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 وده لان انا الصح اللي انا عملته ده مش صح. بس باجي اخر شهر في الرجيم بتاعي لازم التزم في كل شيء. لازم التزم في وجباتي كل ساعتين لازم اكل. لازم اكل الكارب بتاعي، لازم اكل البروتين بتاعي، لازم احمل كارب اعلى كتير قبل التمرين. بعد التمرين لازم بقطع الكرب وادخل البروتين عشان ما اعملش الدروب للجروس الهرمون الطبيعي بتاع الجسم. في حاجات كانت لازم التزم بيها في اخر شهر عشان اقدر اوصل الحاجات دي. الخبره بقى، الخبره بتاعت المتوشه على فكره وقفه الاستيج مش سهله طبعا، مش سهله، وبالذات لما تطلع بره مصر طبعا، بره اهلك وبره ناسك الموضوع بيختلف. لا بس اقول لك انت المره دي ما كنتش بره ناسك. لا الحمد لله يعني. الحمد لله انتوا كنتوا جنبي بعد ربنا سبحانه وتعالى. ده كان دافع قوي ليا جدا يعني كبير يعني. ربنا يخليكم طبعا. والناس اللي انا شفتها بعتلي بوستات والناس بتدعي لي وناس بتتكلم معايا يعني ربنا يخليكم. انا من غيركم طبعا انا مش بطل. انا من غيركم انا ولا حاجه. اللي بيعمل البطل الحقيقي هو الحب الناس. انا دايما والله العظيم اقسم بالله انا دايما بحس ان انا بطل لما الاقي الناس بتبعت لي بوستات احنا بنفتخر بيك، احنا انت بالنسبه لنا قدوه، انت رهيب. لا هو مش دافع، هي دي حياتي بالزبط. هو ده انا بحس ان انا بطل. انا بحسش ان انا بطل قوي جامد لما بنزل مصر والناس تقعد تسلم عليا ان انت وتقعد تقول لي كلام جميل. فربنا يخليكم يا رب وربنا يدوم عليا نعمه. وصلنا لليوم بتاع البطوله. دايما يوم البطوله ده بيبقى يوم توتر، اللي طبعا قاطعين ميه وقاطعين ملح بقى لنا حبه كده، وبيبقى يوم صعب جامد. وغير كده ان انت اصلا جاي مسافر من سفر، جاي من يعني من نيويورك جاي للاس فيجاس، فالموضوع بيبقى صعب. تخطيت المحنه بتاعت الكام ساعه اللي قبل طلوع المسرح دي ازاي؟ كانت صعبه ازاي؟ صعب طول ما انت عندك هدف ما بتركزش في التعب، بتركز انك توصل لهدفك وبس. فكان هدفي كله ان انا اوصل لهدفي وخلاص، ما بيهمنيش بقى تعب، ما بيهمنيش عطش، ما بيهمنيش اكل، ما بيهمنيش اي شيء. المهم ان انا امشي على القانون اللي انا المفروض امشي عليه من اخر وقت، لان اخر وقت انت لازم تمشي على نقط معينه طبعا. ما ينفعش انك تعدي فيها ما تعدي فيها شيء بالظبط، لان لو غلطه واحده بالزبط. في اخر 3 ايام او في اخر يوم او اخر يوم في اخر ساعات غلطه واحده ممكن تضيع الدنيا كلها. صح. فلازم طبعا امشي كنت مركز جدا جدا، فما بركزش بقى في تعب، ما بركزش في عطش، ما بركزش. طيب اسلام معلش عشان في سؤال هيبقى محير شويتين، يعني انت ظروفك الماديه مش تمام، حياتك صعبه؟ لا انا الحمد لله طبعا على كل شيء. انا ما بقولش حياتي صعبه، انا مش الناس بس ما تفكر. السؤال جاي اهو دلوقتي، انت بتقول ظروفك الماديه مش تمام قوي، حياتك صعبه، عندك مشاكل صحيه بالنسبه لزوجتك، ما فيش حد دعمك، ما عندكش سبونسر، ما عندكش. ايه اللي خلاك تحضر لمستر اولمبيا وانت مش هتكسب يعني الهواء مش هتكسب منها حاجه؟ ايه اللي خلاك تعمل ده؟ الهدف والطموح ان انت تبقى بطل. اه طبعا. والحياه الماديه ما بتفكرش فيها عقبات. طول ما عندك حلم لازم تحققه، ما بتفكرش في اي عقبه انت هتقابلها، لا ماديا ولا معنويا ولا لا لا لا. بتحارب كل ده، بتشيل كل ده من عن طريقك، ولازم توصل لهدفك مهما كانت الظروف. ده انا برضو بحب اوجهها للابطال اللي طالعه جديده. بالظبط. مهما كانت ظروفك زق نفسك، اجمد على الدنيا، ما تخليش الدنيا هي اللي تجمد عليك، هتبقى بطل. وهو ده البطل الحقيقي. صح صح. طب اسلام وصلنا ليوم البطوله ودخلت باك ستيج، شفت اللاين بتاعك او شفت الناس اللي معاك على نفس الميزان؟ اسلام كان بيلعب 100 كيلو هو كان فيه تقريبا لو افتكر هم كانوا 16 بني ادم على في نفس الميزان ده اعتقد يعني. لما شفتهم هل حسيت بخوف في لحظه؟ لا 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 ما قلقتش. لا ما بخافش بفضل الله، ما بخافش. هو المفروض بيحصل توتر. ده الرياكشن يعني. ده السيكولوجيا بتاع البني ادم ان هو بيتوتر لما يشوف اللعيبه بالظبط. بس مش عارف انا المره دي يمكن خالص كمان ما كانش عندي الرهبه من اي شيء يعني بفضل الله. حتى كنت طالع يمكن في 2000 في اسبانيا في اسبانيا اللي ممكن اكون كانت بقى بعد موت والدي شويه دي اللي كنت متوتر، كنت طالع مش مظبوط. حتى الناس شافت ده يعني حاسه ده من شد اوضاعي او انت. لكن البطوله دي كنت بدات استعيد اسلام يعني. كنت مرتاح نفسيا؟ الحمد لله الحمد لله على كل شيء. طلعت الطلعه الاولى في على المسرح شفناك وشفنا اللاين بتاعك عامل ازاي.
اسلام نزل من على المسرح قال لنا ايه؟ قلنا له انت اول. احنا كنا مطمنين خلاص احنا شايفينه اول لسبب ان اللاين نفسه مش قوي، اسلام طالع بمستوى يعني معدي فوق الحدود يعني. قلنا له انت اول خلاص الحمد لله خلاص احنا اطمنا. بس هو ما كانش واثق في كلامنا، هو فاكرنا ان احنا بنجامله. انت كنت شايف نفسك في الطلعه الاولانيه ولما نزلت حسيت بايه؟ كنت حاسس بايه؟ بص انا بشوف الرياكشن بتاع الحكام طبعا. فلما بتلاقي اللي هما بيبصوا لك ولقيت ان الجمهور كمان مشدود معايا وانت طبعا تشجيعكوا، فحسيت طبعا الحمد لله ان انا ممكن فعلا اكون الاول، وبفضل الله ربنا حقق لي امنيتي. كلمنا عن العرض الجامد جدا لما طلعت مع الميوزك. ايه اللي خلاك تحط الحته الشرقي او الرقص البلدي ده؟ عشان يعرفوا ان انا اعرف. عارفين بيبصوا لنا بصات اللي هو انتوا هتقتلونا ولا ايه؟ احساسك بقى انت بقيت محترف خلاص رسمي رسمي. بعد ما بقيت محترف ايه المرحله الجايه؟ طب قادر على البعد ده؟ لا طبعا. متعذب منه؟ اه طبعا. في حد بيبقى مبسوط في الغربه؟ هل ده يجذب اسلام انه يرجع مصر يلعب ماتش في مصر؟